يا اخوانا، هو الفيسبوك والنت والحاجات دي، اسالكم سؤال بس، دي تتعارض مع انك تاخد من ابوك او امك او جدك اجمل مكان فيهم؟ يا اخوانا الصلاة كلها كده كان نفر عايز حد يرفع ايده يقول هو بيبوس ايد امه وابوه كل يوم. خلاص يعني ثلاثة او اربعة كويس. دي كارثة، دي كارثة. ليه كارثة؟ لانه قال لك يعني حفيدي كان دلوقتي 16 سنة، كان عنده 7 سنين، فدخل عليا مرة وقال لي يا ددة ماما بتبوس ايدك ليه؟ كان راجع من المدرسه. فانا السؤال خضني على طول، قلت له عشان هي بتحبني وممتنه مني، بتشكرني على حاجات جواها، فده اختصار. فقال لي لا بس دي عبوديه. مدارس انجليش، مدارس الانجليش فهم الطفل ان دي عبوديه، ما تخليش حد، ما تبصش ايد حد. قعدت بقى لدوري، قلت له لو انت بتشتغل عند حد او جبت بوس ايدي عشان عايز مني حاجه انا استعبدتك، تبوس ايدي عشان اديك اللقمه، دي اسمها عبوديه او بتقال عليها الاصطلاح ده. انما انت بتبوس ايد ابوك وامك او جدك، صله الرحم والقرابه، عشان تنام بالليل انت ما ارضتهمش، بس انت ارضت ربنا، بتقول له شوف انا بنفذ كلامك اللي في الايه الفلانيه، شوف انا حريص ان انا ارضيهم ازاي. طب قولوا لي بقى، مال التكنولوجيا؟ اليابان اتهدت من ناكازاكي وهيروشيما، اتدكت واصبحت اجيال بتيجي معوقين وكده، والرعاش ومش رعاش كويس. ايه اللي حصل؟ بقوا اعظم شعب في العالم. عارفين ليه؟ انهم خسروا كل حاجه ولكن تمسكوا بقيمهم، وهم ما عندهمش دين سماوي كمان، تمسكوا بالقيم، بتراثهم تمسكوا بيه، اصبحوا من اعظم شعوب العالم. اعمل كده تقرير صحفي وانزل بالكاميرا في الشارع المصري، في الشارع الياباني، هتلاقي شيء ممل. ربع ساعة هتقعد ماشي في الشوارع، من فضلك ايه اهم حاجة في حياتك؟ العمل. حضرتك ايه اهم حاجة؟ العمل. وتسيبك وتمشي، العمل العمل العمل. ممل هنا في مصر بقى، الساتر الحمد لله ربنا بس يستر على يعني ربنا بيجيب العيال برزقهم الحمد لله، بس الصحة احنا عايزين ايه غير الصحة؟ ها؟ تلاقي اللي هيقول العمل ده يمكن واحد في الالف. نحن شعوب، انا هتكلم على مصر، نحن لا نؤمن بالعمل، لا نؤمن بالعمل مدة وكفاءة. للأسف المجتمع ده والبلد دي عشان تنهض مش بالمعمار، ولا تنهض بالشوارع ولا بالطرق، البلد دي تنهض بأبنائها اللي بنتكلم عليهم بقى التنمية المستدامة. ان الطفل ال5 سنين ده ازاي يتعلم على القيم والاخلاق لا تتنافى مع استخدامه للنت، ولا تتنافى مع استخدامه للمحمول، ولا تتنافى، ولا تقول لي انا جيل وانتوا جيل. احنا جيل لو كان معانا التكنولوجيا دي في الخمسينات او الستينات لا يمكن كنا هنتصرف كما تتصرفون الان بصراحه، ولا يمكن كنا هنشتم الشتيمه اللي بتشتموها في الفيسبوك، والالفاظ اللي بتتقال في الفيسبوك. وده عالم افتراضي عايشك في خيال. احنا ما بقاش، انت كنت بتشوف ابوك تبوس ايده وامك تبوس ايدها وترجع البيت تبوس ايده وتبوس ايدها وتنام. النهارده عشان تبقى عندك صله رحم تكلم ابوك في التليفون بالمحمول وتكلمه بسرعه عشان لا عشان فاتوره يعني عشان او تكلمه في التليفون بس يا ماما ازيك الحمد لله وخلاص. يا نهار اسود، قطعوا لك الاواصر. واهم صفه كانت في الشعب المصري، كان يقول لك بنتريق زمان ايام الخمسينات والستينات، يقول لك روح لندن، روح لندن تلاقي الواد الراجل وقع في الشارع مفيش مخلوق يقرب له. احنا شعب جدعان، كان المصريين يهبوا من على القهاوي وفي حتتنا انا من عابدين وفي الحلميه، كانوا يقوموا جري عشان طفل مسك كعبه، يقوموا جري عشان بنت داخله غريبه على الحته
وولد بس بصلها يحلقوله يا عدو على رصيف قدامها. ده لو واحد في المليون حصل, ده لو واحد في المليون. لا مش دي بالظبط يعني. خلص الموضوع هنا وكلمك. لا جنور علامة, جنور علامة كروس يعني. اللي احنا دلوقتي بنجري, لو واحد واقف في الشارع بتاع بنجري عشان نصورهم او نصرف مع سيلفي, كان ممكن ينقذه وبيموت. شوفوا احنا عملنا ايه, عملنا بلال. انا اسف, الاعلام الصحافه, انا كنت اتفعش في المسرح لما يتقال فلان في الصاله, علي الراعي شيخ النقاد, رجاء النقاش, احمد عبد الحميد الله يرحمه, يعني فاروق جويدة, يعني نقاد كتير نترعش لويس حوط نترعش. النهاردة للأسف اللي ماسك التليفون فيها كاميرا طبعا يقول لك أنا صحفي. للأسف ما نعرفش نقابل الصحفيين الحقيقيين, وإحنا ما عندناش ثقافة الصحفي لما يقعد قدامي يقول له طلع لي الكارنيه بتاع النقابة بتاعك, فهو بيتظلم. العضو النقابة, عضو النقابة انت بتتظلم, تتظلم لان في ناس بتلعب اللعبة دي عشان الفيسبوك والكلام. اذا المهن بتاعتنا نفسها بتتأثر. يا اساتذة بصوا على التترات بتاعت المسلسلات, بصوا عليها وانتقدوها. النجم فلان, كوافير النجم فلان, لبيس النجم فلان, سواق النجم فلان, مدير اعمال النجم فلان, بوفين النجم فلان. معقولة النجمة لها كوافير ولها مكير ولها لبيسة ولها مدير اعمال؟ لما نلاقي الاستاف ده, لما اشوف انا بعيني انه يتكلف فوق ال 8000 جنيه في اليوم, لما نقول تصوير اخد 3 اشهر هي بتاخد اكتر من نجمة. ده شرف المهنة, ده شرف المهنة. لما اتكلمت على الاجور والزملاء زعلوا مني, ده شرف المهنة. مصر لا تتحمل النهارده تطلع تقول انا باخد 50 مليون وفي ناس مش لاقيه.